بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يطلع على مشروع إنشاء منتدى لطلاب العلوم السياسية بكلية الآداب بجامعة حضرموت. الأجهزة الأمنية تعثر على قذيفة هاون في مركب للقمامة بمديرية غيبة وزيرة. اكتمال عقد المتأهلين للنصف النهائي من كأس حضرموت في نسختها السادسة. أهلا بكم. أبدى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي حرص السلطة المحلية واهتمامها بمختلف الأنشطة والبرامج الثقافية والتراثية، ومن بينها المهرجانات السنوية التي تنظم في المواسم والزيارات والمناسبات الشعبية، والتي بوصفها تمثل حضورا وشاهدا على مظاهر الحفاظ على الموروث الشعبي بتنوعاته المختلفة وإبقائه حيا في ذاكرة الأجيال. ودعا وكيل أول حضرموت خلال لقائه بمقدم عدة الألعاب الشعبية بمديرية القطن ردفان باعطوة إلى مزيد من الاهتمام بإبراز الموروث الثقافي والتراث الشعبي والحفاظ عليه. وأطلع المقدم عدة الألعاب الشعبية بالقطن الوكيل بن حبريش على الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام توافقا مع موسم زيارة القطن السنوية، معربا عن شكره وتقديره للشيخ عمر بن حبريش على اهتمامه وتشجيعه للأنشطة الثقافية والتراثية. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على أنشطة وبرامج طلاب قسم العلوم السياسية بكلية الآداب بجامعة حضرموت. واستمع الوكيل بن حبريش من الطلاب إلى مشروع إنشاء المنتدى الطلابي المختص بالتوعية السياسية والقانونية وخدمة المجتمع وطلاب جامعة حضرموت في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى شرح حول أهداف المنتدى الذي يتوقع إشهاره قريبا وما يتضمنه من برامج توعوية في القضايا والمفاهيم السياسية والدستورة بما يسهم في خدمة التنمية المستدامة. وأعرب وكيل أول حضرموت عن تقديره لهذا النشاط الذي يسهم في عملية التوعية وتحفيز طلاب الجامعة على خدمة المجتمع وتناوله قضايا بمعرفة وإدراك، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنشطة التطوعية والبرامج الشبابية سوف تحظى بمساندة السلطة المحلية بالمحافظة. التقى وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بمجلس إدارة مركز رعاية وتأهيل أطفال التوحد بمديرية الشحرة. وفي اللقاء أثنى الوكيل عبدون على جهود القائمين على المركز وخدماته الجليلة التي تقدم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحرصهم على مواصلة هؤلاء الأطفال تعليمهم، إضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم وتنمية مداركهم وسلوكياتهم، مؤكدا بأن قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم أعطت جل الرعاية والاهتمام والخصوصية النوعية لأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الرياض والمدارس والثانويات بناء على توجيهات محافظ محافظة حضرموت. بدورهم استعرض أعضاء مجلس الإدارة بالمركز البرامج والأنشطة التدريبية والتأهيلية والتعليمية الخاصة بذوي الإعاقة، مقدمين شكرهم وتقديرهم لمحافظ محافظة حضرموت على دعمه ومساندته ووقوفه إلى جانبهم وتشجيعهم على التحاقهم لمواصلة تعليمهم في المدارس وتوفير لهم كل الإمكانيات التي يحتاجونها من الوسائل التعليمية. أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بيانا هاما أوضحت فيه مهام لجان التسجيل والمستهدفين من الجنود. وجاء في بيان التنويه أن لجان التسجيل في قيادة المنطقة الثانية تختص بالجنود التابعين للمنطقة العسكرية الثانية فقط، ولا توجد هناك أي لجان خاصة بالمنقطعين أو المبعدين القدامى. وحذر التنويه الصادر عن المنطقة الثانية بعدم التجمعات بالقرب من مبنى القيادة لدواع أمنية. بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، زار فريق فني هندسي من وزارة الداخلية مبنى أمني وشرطة ساحل حضرموت لوضع دراسات هندسية للمبنى،
إذ باشر الفريق الفني أعماله بالنزول الميداني لمعسكر القوات الخاصة في منطقة روكوب لوضع الدراسات لإعادة تأهيل البنية التحتية للمعسكر الذي تم تدميره أثناء سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا ومدن ساحل حضرموت. واستمع الفريق الهندسي من مدير المشاريع بأمن ساحل حضرموت المهندس عوض بشكيل إلى شرح مفصل عن المشاريع التي تم تنفيذها ضمن خطة تأهيل وتطوير القطاع الأمني بالمحافظة، وكذا المشاريع قيد الإنشاء التي يجري العمل فيها حالياً. وتأتي زيارة الفريق الهندسي من وزارة الداخلية عقب الدراسة والمتطلبات والاحتياجات الضرورية التي طرحها مدير أمن ساحل حضرموت خلال لقائه بوزير الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن الشهر الماضي. عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن غيلبة وزير مساء السبت على قذيفة هاون مرمية في مكبل القمامة في شارع الستين بمفرق المحكمة. وقال مصدر أمني بغيلبة وزير أن عمال النظافة المتواجدون في الموقع خلال عملهم اليومي شاهدوا وجود جسم غريب موجود في القمامة، وقاموا على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها نزلت للموقع، وتبين فيما بعد أنها قذيفة هاون عيار 120. وأعربت قيادة أمن مديرية غيلبة وزير عن شكرها لعمال النظافة لإبلاغهم عن وجود أجسام مشبوهة. تمكن جنود من مركز شرطة مكلا من إلقاء القبض على لص أثناء تنفيذه عملية سرقة لأحد المنازل في مدينة المكلا. وقال مصدر مسؤول بأمن المكلا أن اللص اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بسرقة 3 منازل أخرى إلى جانب حيازته لمسروقات أخرى تقدر قيمتها المادية بنحو 3 ملايين ريال يمنية. وأعرب مدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي عن شكره لتعاون المواطنين المستمر في تقديم المعلومات لرجال الأمن. وفي سياق آخر، ضبط مركز شرطة فوة من القبض على أحد المتهورين من الشباب وهو يقوم في الخط الشارع الرئيسي بالمنطقة بالهجولة والتفحيط بعد إبلاغ قام به مواطنين لغرفة العمليات بالمركز. وأفاد مصدر أمني بالمركز أن المشتبه أثناء محاولة دورية الأمن توقيفه لاذ بالفرار بالسيارة، وتمت مطاردته وتوقيفه بالقوة بعد أن خلف أضرارا بإحدى سيارات المواطنين أثناء المطاردة. هذا وتم ضبطه وهو غير كامل للوعي نتيجة تعاطيه مواد مخدرة، وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. شهدت مدينة المكلا موكب استقبال مستشار مدير عام مديرية مدينة المكلا لشؤون الشباب المهندس خليل سعيد النوبي العائد من العاصمة اللبنانية بيروت بحفل فني وخطابي. وفي حفل الاستقبال ألقيت عدد من الكلمات والفقرات الفنية، حيث أكد وكيل حضرموت لشؤون الشباب فهمي بضاوي أن المهندس النوبي يعد واحد من المبدعين والمتميزين الشباب الذين ساهموا بشكل فعال في تمثيل حضرموت والوطن في المحافل العربية والدولية. بدوره أشار مدير عام المكلا المهندس عوض بن هامل بتميز المهندس خليل النوبي خلال مشاركته في المؤتمر العربي الثاني بالعاصمة بيروت وحصوله على وسام الريادة والإبداع، وهو ما يؤكد أن حضرموت لديها الكثير من الشباب المبدعين القادرين على تحقيق الإنجازات لحضرموت للمحافل الدولية. بعد ذلك شهد الحفل عدد من الفقرات الفنية والإبداعية التي أحياها كوكب من الشعراء والفنيين الشباب، واختتم الحفل بتكريم المهندس النوبي. وزعت مؤسسة صدى للإعلام والتنمية بمدينة المكلا عدد من مصاحف القرآن الكريم على أقسام وعنابر مستشفى ابن سينا العامة، حيث استطاع الفريق المكلف من قبل المؤسسة بتغطية معظم احتياجات أقسام المستشفى وعنابر الترقيد من المصاحف، حتى يستطيع العاملون بالمستشفى والنزلاء من المرضى وذويهم قراءة ما يتسنى لهم من الذكر الحكيم. وتأتي هذه العملية ضمن مشروع توزيع مصاحف القرآن الكريم
بمستشفيات مناطق ساحل حضرموت، والتي تتبناها المؤسسة ضمن مشاريعها التنموية الخادمة للمجتمع في العام الجاري. رياضيا، اكتمل عقد المتأهلين لدور نصف النهائي من كأس حضرموت في نسختها السادسة عقب مواجهات 8 أندية في الدور الربع النهائي، وتأهل كل من التضامن واتحاد سيئون وسمعون وشباب القطن. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. حملت مواجهة جولة الإياب لدور ربع نهائي كأس حضرموت السادسة الأحداث المثيرة، كان منها المتوقع وغير المتوقع في هذه المسابقة. فرغم انخفاض مستوى الأداء في بعض المباريات، إلا أن لأجواء الجمهور حلاوة ومتعة جعل منها الحماس يظل في اللاعبين داخل المستطيل حتى النهاية. وهذا ما حصل في مباراة سمعون وسيئون على ملعب الفقيد الشاحط، حين ظل صاحب الأرض والجمهور على حافة الوداع من البطولة قبل الدقيقة 40 بتعادله السلبي مع الضيف، لكن سرعان ما أن أدرك نفسه ومع صوت الأهازيج المستمرة من قبل الجمهور السمعوني التي لم تتوقف منذ انطلاقة صافرة الشوط الثاني، جاء الفرج من اللاعب جمعان برعية ليسجل هدف التقدم تقدم له والتعادل بالنسبة للمواجهتين. ليذهب الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الحظ الترجيحية التي وصلت إلى 12 ركلة، حتى الإخفاق كان فيه متعادلين ليأتي الحسم من قبل الحارسين الذي أخفق سيئون وسجل سمعون. شوطين قدمه الفريقين كان متقاسمين فيه، فالأول كان لسيئون في الاختراق والوصول إلى المرمى المنافس، فيما كان الثاني لسمعون الذي أهدر فيه فرصتين محققة قبل تسجيل الهدف، أحدها كانت من كرة عرضية استقبلها اللاعب برأسية. سمعون سيواجه في دور نصف نهائي البطولة فريق شباب القطن الذي تعادل مع أهل الغيل من دون أهداف. وفي مواجهة المتعة والإثارة الفنية التي قدمها الفريقين أهل الغيل وشباب القطن على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلا، والأفضلية جماهيرية للضيوف في الحضور والمؤازرة والتشجيع من البداية وحتى نهايتها. إلا أن الأداء في المباراة كان ينقصه التهديف فقط من كلا الجانبين، رغم محاولات التقدم للأمام والوصول للمرمى في عدة مرات بالعرضيات والتسديدات لتنتهي المباراة سلبية، مثل مباراة الذهاب التي جرت على أرضية ملعب جواس بمدينة سيئون. الفريقان احتكما بعد ذلك إلى ركلات الحظ الترجيحية التي انتهت لمصلحة فريق شباب القطن بأربعة أهداف مقابل هدفين. وبذلك سيواجه فريق سمعون في نصف نهائي البطولة. لقناة المكلا، فادي حقان. نهاية النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وكيل أول حضرموت يطلع على مشروع إنشاء منتدى لطلاب العلوم السياسية بكلية الآداب جامعة حضرموت. الأجهزة الأمنية تعثر على قذيفة هاون في مكب للقمامة بمديرية غيل باوزير. اكتمال عقد المتأهلين للنصف النهائي من كأس حضرموت في نسختها السادسة. السيدات
السادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية.